بيكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. من كام يوم وظهر متغير جديد لفيروس كورونا عامل مخاوف كتيرة جدا، خصوصا مع إعلان منظمة الصحة العالمية ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد لأكثر من 1000 شخص خلال شهر واحد فقط بسبب متغيرات كورونا الجديد زي مثلا JN1 وجونو. طب إيه مدى خطورة المتغير الجديد؟ وهل دخل مصر ولا لأ؟ هيكون معنا هاتفيا الدكتور أسامة عبد اللطيف، أستاذ الحساسية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور لاتونة، ونرحب بيكي والمشاهدين الكرام. دكتور، عايزين نسأل حضرتك، متغير الكورونا الجديد أو جونو، هل ده بيكون أنتم مثلا بيبقى عندكم مسبقا بتبقى عارفين أن ده متغير جديد، ولا ده فيروس طبيعي مثلا ظهر جديد وخلاص مالوش دعوة بعائلة الكورونا؟ لا، هو الحقيقة فيروس كورونا من يوم ما بدأ في 2019 وإحنا عارفين إن هو الحمض النووي بتاعه من نوع RNA سريع التحور، هو خلقته كده وطبيعته إنه بيتحور بسرعة وبيتغير شكله وبيتغير البروتينات بتاعته، والتغير ده بيخليه شوية خبيث على الجهاز المناعي، يعني الجهاز المناعي بعد ما اتعرف عليه وطلع له أجسام مضادة يغير شكله، الأجسام المضادة ما تبقاش متناسبة معاه، ويمكن ده اللي حصل في المتحور الأخير JN1 أو جونو، الاثنين اسم لنفس المتحور، يعني إنه شكله أو البروتينات بتاعته متغيرة عن الفيروس القديم، وحتى التطعيم اللي احنا اللي معظم الناس خدته، إلا بقى الناس خدت الجرعة البوستر أو جرعة زيادة يعني، فده يمكن يبقى يديهم وقاية أكتر شوية ضد JN1 يعني، لأن هو نوع من أنواع كورونا. يعني طمنتنا بالنسبة للناس اللي أخذين الفاكسين مثلا، زي واحدة زي خدته 3 مرات الفاكسين ده طبيعي أنا محمية منه دلوقتي ولا برضو لا؟ بيدي حماية أقوى من الأعراض الشديدة الجونو، مش حماية 100% أن المرض يجيلنا بأعراضه البسيطة، لكن ضد الأعراض الشديدة. هو أعراض الشديدة إيه يا دكتور؟ هو كفيروس كورونا الأعراض العادية بتاعته ما تختلفش كتير، زي العطس والارتفاع في الحرارة طبعاً والسعال واحتقان في الحلق، كل دي أعراض عادية وهو ما يختلفش عن الكورونا في حاجة في النقطة دي. لكن هو يمكن في الأسبوع الأخراني بس بدأت تظهر بعض الدراسات إن هو تأثيره على الأوعية الدموية أعلى شوية من المتحورات السابقة. جلطات يعني؟ أوعية دموية يعني إيه؟ بيعمل جلطات؟ التهاب. نعم، التهاب الأوعية الدموية، وقد يودي إلى جلطات صغيرة جدا، ويمكن لقوها حتى موجودة في الكلى أكثر وفي المخ كمان في بعض الأحيان، مش انها تؤدي الى زي شلل او كده، لكن على الاغلب تؤدي الى مشاكل في الادراك والتركيز وبعض الالام في الجسم، وان فرصته انه يعمل كورونا طويله المدى او البوست كوفيد زي ما كنا بنسميها بقت عاليه شويه. كاستاذ متخصص في الحساسيه والمناعه، حضرتك تبدا مثلا تنصح بان ممكن ياخدوا قرص زي قرص الاسبرين مثلا كل يوم مع فيتامين سي مع الزنك ولا لا؟ لا ابدا ابدا، احنا مش بيدي ادويه وقائيه ضد العدوى الفيروسيه خالص، مفيش اي بروتوكول لهذا الكلام، لكن الكلام القديم اللي هنرجع له تاني ان احنا لما يتاكد على الاقل لما يكون في حد عليه اعراض البرد، لان اعراضه زي البرد بالظبط عليه الاعراض دي، ان احنا نتجنب المصافحه القريبه والاحضان والحاجات الاجتماعيه الجميله بتاعتنا كمصريين اللي بنحبها يعني، ونتباعد شويه، ولو احنا في مكان منشاه طبيه مثلا او في مكان مزدحم يفضل العوده لارتداء الكمامه. نعم. طب بالنسبه للاطفال هتنصحهم بايه؟ ما الاطفال لا يمكن ان انت هتمسكهم وتقول لهم ما حدش فيكم يسلم على حد، ما حدش فيكم يحضن حد، هتقول لهم ايه؟ هي الاطفال دلوقتي نضجوا، لان هم بالذات اللي عاشوا عصر كورونا والاغلاق واللي احنا شفناه، فهم فهموا القصه دي اكتر من مما كنا متخيلين يعني، فيجوز ان احنا ننصحهم بذلك دلوقتي. وخلينا نقول مثلا الحمد لله احنا داخلين على اجازه نص سنه، فالدنيا تبقى اريح شويه من تزاحم الفصول المدرسيه يعني، ولكن حتى لما نرجع للمدرسه تاني هنطلب من المدارس انها بس تهتم بالتهويه داخل الفصول، مهمه جدا يعني، علميا فرق كتير قوي ان الفصول تبقى متهويه غير انها تكون متقفله، وطبعا احنا فصل الشتاء بنحب نقفل فيه، لكن هنحتاج دايما ان احنا في تهويه ما بين الفصول. هننصح اولياء الامور ان لو ابنك عيان عنده ارتفاع في الحرارة أو أعراض الاحتقان في الزور أو غير الحلق أو غيره، أنه يقعد في البيت أسبوع إلى أسبوعين لحد ما تختفي الأعراض عشان ما يكونش مصدر للعدوى لزملائه. والنظافة الشخصية طبعا. بالنسبة طبعاً للمرضى اللي عندهم مشكلة في المناعة زي المرضى سرطان أو غيره، ده حضرتك تنصحهم بإيه؟ نفس النصائح الطبيعية، لكن طبعا هنا هنتجنب العدوى بشكل أكبر لأن هو مناعتهم ضعيفة،
فممكن المرض يتطور عندهم لا قدر الله التهاب رئوي يؤدي الى ان احنا نحتاج دخول الرعايه. وده حصل طبعا في الدول اللي بتسجل كل الحالات زي امريكا مثلا، يعني نسبه العدوى بالمتحور الجديد اللي هو JN1 او الجونو تقريبا وصلت ل 62% من حالات الكوفيد اللي موجوده دلوقتي في الولايات المتحده، واظن انها مش هتختلف كتير عن باقي الدول يعني. طب عندنا في مصر ايه اخباره؟ بدات وزاره الصحه تثبت هذه الحالات، لكن احنا مش بنعمل تحليل لكل العيانين بالمتحورات بتاعتها بشكل مفصل يعني، عشان يبقى عندنا ارقام في منتهى الوضوح زي اللي طلعت من الولايات المتحده الامريكيه. الحالات اللي ظهرت في مصر عموما اللي فيها اللي انت شكيته ان ممكن يكون ده المتحور الجديد، اعمارها كانت قد ايه؟ في هو الشهر الاخراني بالذات فعلا كانت الحالات كتيره جدا، وكانت دايما الحالات اللي هي اصعب في مراحل العمر الصغيره قوي والكبيره قوي، يعني في الاطفال في الابتدائي بالذات فسن 10 12 سنه او اقل، وفي الكبار فوق السبعين، او المرضى اللي عندهم مشاكل مزمنه زي مرضى القلب والسكر والكلى والكبد وما الى ذلك. حضرتك بتقول ظهر عليهم الاعراض شديده قوي، شديده قوي زي ايه؟ يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني بالذات كبار السن او اللي عندهم امراض مزمنه كان بيبقى عندهم فرصه ان احنا يحصل لهم التهاب رئوي زي بتاع زمان اللي كنا بندخل بيه العيانين للرعايه المركزه، بدات تظهر حالات زي كده فعلا. والاطفال اللي اقل من 12 سنه كان ايه اللي حصل فيهم؟ الاطفال بتبقى اعراض عامه يعني حراره مستمره ممكن تقعد من اسبوع لاسبوعين والتهاب في الحلق وكحه، الاطفال عاده مناعتهم بتبقى احسن شويه من الكبار لكن ممكن اعراض تطول عندهم. تطول لكن ما كانش فيه فايبروزس في الرئه ولا اي حاجه، يعني ما فيش تليف في الرئه؟ لا ما وصلناش للمرحله دي، ودي حاجات نادره جدا حتى في الكورونا الاصليه في الاطفال كانت حاجات نادره. دكتور هل شايف ان ممكن يحصل جائحه زي جائحه الكورونا مثلا وان المدارس تقفل وان يحصل اغلاق عام؟ انا اعتقد يعني ان في مثلا بلاد زي بلاد امريكا ان حتى لو كان المرض باكثر عنفا او شده لا يمكن انهم يقفلوا البلاد تاني ويقفلوا البلد تاني من اول جديد. كلام حضرتك صحيح، هو مش هيحصل اغلاق تاني على لا يمكن الاغلب يعني الاقتصاد وقع اصلا، لان في نقطه غير الاقتصاد كمان ان اغلبيه العالم اخذ التطعيم اكثر من مره، واللي ما اخذش التطعيم اخذ الكوفيد التحورات القديمه أكثر عنده مناعه أكثر. يعني بيدينا جزء من المناعه حقيقي، ما خلاش احنا لسه مشكله الكورونا في 2019 و2020 دي جسمنا كان اول مره يشوفها، فالموضوع بقى مختلف تماما صح؟ دلوقتي احنا عارفينها يمكن شكلها اتغير بس احنا عارفين الاساس بتاعها او المناعه بتاعتنا اتعرف على جزء منها على الاقل، ما بقتش بنفس الخطوره ولا نفس الشكل الجائحه القديم يعني. هل تنصح مثلا الناس اللي ما خدتش الفيروس سوري الفاكسين انها تروح تاخد الفاكسين؟ نعم طبعا، خصوصا اللي هم السن الكبير كمان او اللي عندهم امراض مزمنه او اللي مناعتهم ضعيفه لاي سبب من الاسباب. هل هياخدوا الفاكسين ولا هياخدوا مثلا هو الفاكسينات اللي طالعه للموسمي اللي هو الفيروس مثلا البرد الموسمي؟ لا طبعا لا خالص، هو تطعيم كورونا العادي. لا تطعيم كورونا العادي، هو التطعيم نفسه حتى النسخ الجديده منه بقى فيها المتحورات الاحدث كمان. هو في نسخ جديده؟ انا ما اعرفش ان في نسخ جديده منه. طبعا التطعيم بيتطور مع كل سنه عن الثانيه، وده برضو اللي هو زي اللي بتنتجه كل الشركات الكبرى زي ما هي برضو، بس بنروح بنطلبه مثلا من بيتباع فين يعني؟ ممكن الناس تشتري منين؟ يعني من مصل واللقاح متوفر طبعا. مصل واللقاح متوفر فيها كل انواع الفاكسينات دي. دكتور انا كنت عايزه اسال حضرتك على المضاعفات اللي بتحصل مثلا والناس بتبقى مش عايزه تروح للطبيب، انا عايزه حضرتك تنصحهم بايه؟ يعني ازاي تقول لهم امتى يظهر عليكم ايه فتروحوا للطبيب على طول؟ يعني لو اعراض بسيطه زي ما قلنا البرد اعراض البرد المتعارف عليه، ما فيش مشاكل ان انت ممكن تتعامل في البيت عادي خالص مع التجنب ان انت تعدي الناس اللي حواليك يعني، لكن لو في صعوبه في التنفس او الام في الصدر مستمره او اي احساس غريب في الاعصاب يعني الام في اماكن مختلفه من الجسم في الرجل في الايد او عدم القدره على تحريك جزء من جسم الانسان لو ضعف في الحركه يعني، او مشاكل في الابصار، كل الكلام ده يبقى يجب من صعوبه في التنفس، كل الكلام ده يجب نتوجه للطبيب مباشره. الدكتور اسامه عبد اللطيف استاذ الحساسيه والمناعه بكليه الطب جامعه عين شمس، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات الجميله اللي حضرتك قدمتها لنا النهارده، اشكركم وابقوا معنا.
بيكم من جديد، وعايزين نتكلم عن تقدم العمر وإيه هي أبرز وأشهر الشكاوى والأمراض عند كبار السن، من وجع العظام، المفاصل، وكمان ساعات بيبقى فيه خشونة والتهاب وهشاشة عظام وغيرهم، وده كله بيأثر حتى على قدرتهم في الحركة والمشي وأداء أبسط المهام اليومية لوحدهم، ولازم يكون معهم حد يساعدهم للأسف. علشان كده هنعرف أكثر عن صعوبة الحركة عند كبار السن وطرق الوقاية منها مع ضيفي النهاردة الدكتور علاء الدين أحمد، المستشار العلمي لشركة بيكس فارما. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا سعيد جدا بحضرتك طبيبة في برنامج الطبيب. اهلا بحضرتك. اهلا. الله يخليك يا فندم. دكتور اللاتونة بقى. طبعا دكتور اللاتونة دي طبيعي. مع الدكتورة اللاتونة في برنامج طبعا. الله يخليك. حضرتك عالم من الاعلام. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. دكتور عايزين نتكلم على مشكلة كبيرة جدا عند كبار السن، ودي للاسف فعلا بتأثر عليهم بشكل كبير جدا. حضرتك اتكلمت معانا قبل كده عن ان الوقاية خير من العلاج. طبعا دي حقيقة. ازاي يحصل الوقاية في كبار السن، ومن امتى، من عمر قد ايه يبدأوها؟ بس احنا حضرتك قلت في المقدمة وما بيقولوش حد يساعدهم، احنا عايزين بقى النهارده نساعدهم. أكيد. وقبل ما اخش في الحلقه بتاعت النهارده هحكي لك حوارين حصلوا قبل التصوير مباشره مع الاستاف اللي هو خلف الكاميرا. شاب هو حاج 25 سنه وبيقول لك انا بروح البيت عندي الم في عظمي جامد جدا لدرجه ان انا ما بقدرش انام، ولما اتحاورت معاه كمان اكتشفت ان هو بيشرب مياه غازيه كتير. على فكره المياه الغازيه من ضمن الاسباب الاساسيه في هشاشه العظام. التكييف لفترات طويله ده من ضمن الحاجات اللي بتظهر الام العظام، وعشان كده في الشتاء تلاحظي في الشتاء او في الجو الساقع بقى بتلاحظي ان الام العظام بتزيد نتيجه، وقلنا لان هو كميه الدم اللي رايحه للاطراف بتقل عشان تتوجه للاعضاء الداخليه زي القلب والرئه والكبد عشان تقدر تقوم بالوظائف الحيويه بتاعتها. ده كان الحوار الاول. الحوار الثاني هو حد بيقول لك انا مراتي بيبقى عندها الم شديد جدا في فقرات الرئه لدرجه ان هي بتقوم بالليل من شده الالم. احنا النهارده بقى جايين نتكلم في هذه المشكله. مشكله العظام على فكره مشكله كبيره جدا، زي ما حضرتك قلت في المقدمه بنوصل لمرحله ان المريض بتاعنا بيبقى مش قادر يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته. يعني مثلا ست البيت يعني مش قادره تطلع سلم، مش قادره تقوم بالوظائف بتاعتها في المطبخ، والناس اللي بيبقى عندها مثلا الام في فقره الرئه بيبقى عندها الم شديد جدا بالاضافه ان ممكن ياثر في دراعها، وممكن نوصل لمرحله يبقى عندها صداع ما بيخليهاش تعرف تنام. تمام؟ صح، دي حقيقه. يبقى اذا مشكله العظم هي مشكله كبيره، اصلها المها مش بعدها الام، ده حاجه بيجي بعد الام الاسنان بتيجي الام العظم. والمشكله كمان ان احنا قبل كده كانت لما حضرتك بتاخد اي مسكنات الام كيميائيه كانت بتاثر على المعده. عشان كده النهارده انا جاي بقى اساعد الناس واحل هذه المشكله بمكملات غذائيه مش مواد كيميائيه، عشان اقدر ازاي يمارسوا حياتهم بصوره طبيعيه. لان احنا اتفقنا ده حضرتك تخيلي واحد يعني راح يصلي مش قادر يروح يصلي، واحد عايز يطلع السلم مش قادر يطلع السلم. وعلى فكره ما بقتش كبار سن بس، هي بقت كبار سن، بقت جميع الاعمار السنيه. وهنعرف ليه، لان طبعا زي ما قلنا قبل كده كل ما التقدم بيزيد والتمدن الحركه بتقل، فالحركه لما بتقل اللي بيحصل تبتدي كميه الدم اللي توصل للعظم بتقل، فيبتدي الام العظم بتزيد ونخش في خشونه. وحضرتك اثرت نقطتين، حضرتك اثرت العظام واثرت المفاصل. الاول العظام زي ما اتفقنا اللي هو عباره عن الهيكل العظمي اللي مسؤول عن حمايه الاعضاء الداخليه للجسم. المفصل هو التقاء اي عظمتين مع بعض وبينهم عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف، والغضاريف دي هي اللي بتساعد في عمليه الحركه، وبين الغضاريف سائل اسمه سائل الهيالوريك اسيد. المشكله ان الجسم بينتج المواد دي بصوره طبيعيه، ولكن مع تقدم السن، ومش تقدم السن وبس، كمان ان احنا بيبقى عندنا مشكله في العادات الغذائيه الخاطئه زي الاخ اللي بيشرب حاجه ساعه فترات طويله او بياكل فاست فود من بره، كل ده بيؤدي لايه؟ ان بيبقى عندي مشكله الله يرحم حضرتك طبعا. ده بيظهر عنده الام المفاصل والام العظم. هنتكلم على الام العظم والام المفاصل وازاي نحل هذه المشكله، لان هي مشكله فعلا كبيره وبتواجه ناس كبير قوي من المجتمع. هو ده الفيزيو حضرتك ده هنا بيتكلم بقى عن المفصل وتركيب المفصل وازاي احنا بنوصل للخشونه. ده هو بيتكلم على مفصل ركبه بيحصل هشاشه في العظام نتيجه لان هو مش واخد الكالسيوم بتاعه بطريقه كافيه وعنده نصب فيتامين د. اللي بيحصل بعد كده الاوتار بتلتهب، لما يحصل الاوتار تلتهب تبتدي الغضاريف تتاكل. شايف حضرتك اللي حصل الاحمر ده حصل التهاب، هو ده اللي بيحصل على فكره في جسم الانسان، وده الالم. لما تبتدي بص حضرتك بقى الغضاريف هتبتدي تتاكل، الغضاريف اهي لما تبتدي تتاكل الغضاريف السائل ده يقل، فلما الغضاريف تتاكل ايه اللي يحصل؟ نخش في خشونه. وعلى فكره الخشونه هي مقدمه لتغيير مفصل. انا بقى جاي النهارده اقدم لك كورس متكامل، كورس عظام متكامل عشان ما احطكش في هذه المشكله، وازاي ما وصلت لهذه المشكله، ولا قدر الله وصلت لهذه المشكله اديك العلاج الامن عن طريق مكملات غذائيه. انا عايز اعرف السن يبتدي فتره قد ايه؟ يعني لا وحضرتك دلوقتي هو حضرتك 18 سنه بتشتكي من الام العظم،
لا انا بتكلم على كورس مثلا في حد ذاته من سن 12 سنه ينفع تاخده، مفيش اي مشكله خالص، لان احنا اتفقنا احنا بنتكلم على مكملات غذائيه يعني حاجات طبيعيه. فمن 12 سنه ما عنديش اي مشكله انك تاخده خالص. وهنتكلم ازاي لو انت مش عايز تعاني من هذه المشكله او بتعاني من هذه المشكله. اول حاجه بقى يعني الوقايه الاول. حلو قوي. احنا هنتكلم في الوقايه. خلي بالك، ما حضرتك جزء من الوقايه هو ان انا اديك الكورس اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده. اول حاجه في هذا الكورس هو الجوينت بيكس. شركه بيكس فارما بتقدم لك كورس عظم متكامل، يعني ما سابتش حاجه تخص العظم او المفاصل الا وديتها لك في هذا الكورس. اول حاجه في هذا الكورس هو الجوينت بيكس، ومن اسمه هو بيتعامل مع الجوينت اللي هو بيتعامل مع المفصل. الجوينت بيكس ده عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. عباره عن كلوكوزامين. على فكره الكلوكوزامين ده ماده بينتجها الجسم بتركيز 500 ملي جرام، وعلى فكره الجسم بيحتاج في اليوم 1500 ملي جرام. وعباره عن كوندروتين تركيز 100 ملي جرام، وعباره عن هيلوريك اسيد. الهيلوريك اسيد ده اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف. السائل ده لما بيقل تبتدي الغضاريف تاكل في بعضيها. يبقى اول حاجه في مكونات الجوينت بيكس هيلوريك اسيد والكلوكوزامين والكوندروتين، اللي هي المواد اللي الجسم المفروض بينتجها، بس الجسم اصبح مش قادر ينتجها بالكميه الكافيه، فاحنا حطيناها لك في صوره الجوينت بيكس، صوره المكمل الغذائي. يبقى انا هنا الجوينت بيكس اول حاجه عمل ايه؟ سهوله الحركه، لان هو عوض لك السائل اللي ما بين الغضاريف اللي احنا كنا ساعات بنلجا لعمليات حقن. انا بدي لك النهارده في صوره جوينت بيكس كبسول، في صوره كبسولات. الحاجه الثانيه بحافظ لك على الاربطه والغضاريف ونظرا لوجود مادتين الكلوكوزامين والكوندروتين. هل الجوينت بيكس اكتفى بذلك وبس؟ قالك لا، حطيت لك مستخلص البرومالين، هو مستخلص الاناناس، ده مضاد للتورم، لان بعض الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في المفصل بيبقى عندها ورم في منطقه المفصل، فانا مش عايز اديك حاجه كميه، فحطيته لك في الجوينت بيكس مستخلص البرومالين ان هو مضاد للتورم. اخر حاجه موجوده في الجوينت بيكس اللي هو مستخلص الجنجر او الزنجبيل، ده بيسكن الالام وبيحسن كفاءه الدوره الدمويه في منطقة المفصل. يبقى هو النهاردة خمس حاجات وعمل خمس حاجات: سهولة الحركة عن طريق الـ 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 السائل اللي هو موجود ما بين الغضاريف اللي هو الكلوكوزامين والكوندروتين والهيرونيك أسيد. الهيرونيك أسيد ده هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف، وعن طريق الكلوكوزامين والكوندروتين صحيت لك، سهلت لك من سهولة الحركة، حفظت لك على الربطة والغضاريف، سلامة العظام، مسكن الألام عن طريق الجندر الموجود فيه، كمان مضاد للتورم عن طريق مستخلص البرومالين اللي موجود فيه. يبقى انا كده حليت لك مشكله الجوي المفصل. وكمان حاجه بتقولي وقايه، انا بدي لك وقايه، انت ممكن تاخده من سن 12 سنه، ممكن تاخده من بدري، مفيش اي مشكله عشان ما تتعرضش هذه المشكله. أيوة. بس احنا واحنا بنستعرض هي كانت في عندنا مشكله في العظم. أيوة. ومعروف وعلمونا ان العظم هو اساسه كالسيوم، بس هو اللي مسؤول عن ترسيب الكالسيوم هو فيتامين د. يبقى انا النهارده محتاج اديك فيتامين د بالكميه الكافيه عشان يحصل اللي هي 2000 يونت وحده دوليه، هو الجسم بيحتاج من 2000 ل 4000. عشان كده عندي تاني مكمل غذائي من كورس العظم النهارده اللي هو الفيتي بيكس، اللي هو فيه تركيز الفيتامين د فيه 2000 وحده دوليه، واحنا اتفقنا ان احنا بناخد من 2000 ل 4000. يبقى انا اديتك الكميه الكافيه من الكالسيوم. على فكره حضرتك لو عملت تحليل لكل الناس اللي ورا الكاميرا هيطلع 90% منهم عندهم نقص فيتامين د، لان احنا ما تعرضش للشمس بطريقه بجرعه كافيه، واتفقنا ان بنتعرض للتكييف بصوره اطول. يبقى اول حاجه حليت لك مشكله المفصل، وحليت لك مشكله فيتامين د الاساس اللي احنا نبنى عليه. طيب احنا اتفقنا وعارفين ان ان العظم ده عباره عن ايه؟ عباره عن كالسيوم. الكالسيوم المفروض ان انا باخده من الصغر، وباخد ثلاث جرعات، ثلاث وحدات في اليوم، الوحده اللي هي كوبايه، ثلاث كوبايات لبن، كوبايتين لبن، وكوبايه زبادي، وده ما بيحصلش. فانا اوريدي كمان عندي مشكله في الكالسيوم. عشان كده الاخ اللي انا اتكلمت معاه قبل الحلقه لما قال لك انا بشتكي من الام في العظم، لان هو ما خدش الكالسيوم بصوره كافيه من الصغر. فانا النهارده داخل بالمكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو سيد زيت باكس، اللي هو موجود الكالسيوم، موجود فيه حضرتك الكالسيوم في صوره كالسيوم ساترات. طب وليه حاطه في صوره كالسيوم ساترات؟ حاطه صوره كالسيوم ساترات لان معظم الكالسيوم الموجود في السوق لحضرتك لما بتاخده بتحس بنغزه في المعده. ليه؟ عشان محطوط في صوره الكالسيوم كربونات. انا حاطه لك في كل في صوره الكالسيوم ساترات عشان ما ياثرش في معدتك ولا يتاثر بمعدتك. وعشان كده حضرتك تلاقي بره بعد سن ال 40 بيدوم الكالسيوم في صوره الكالسيوم ساترات. يبقى انا دلوقتي حليت لك مشكله الكالسيوم، يعني حليت لك مشكله العظم، حليت لك مشكله فيتامين د اللي عندك نقص فيه عشان ارسب العظم بصوره كويسه، ارسب الكالسيوم بصوره كويسه. وفي الاول حليت لك مشكله المفاصل اللي هي المشكله الكبرى، سواء كان بقى عندك مشكله في غضاريف الرقبه، عندك مشكله في مفصل ركبه، مفصل كتف، مفصل حوض، كل ده الكورس بتاعنا لحد دلوقتي بيعالجه لك. طب هو انا اكتفيت بكده وبس؟ احنا اتفقنا احنا بندي كورس عظم متكامل. عندنا الروك بيكس، الروك بيكس اللي هو الكريم مساج. حضرتك اثرتي الشباب،
هو متعودين دايما والمفروض انك قبل ما تخش تمارس رياضه لازم تعمل مساج للعضله عشان العضله تقدر تقوم بالوظائف الحيويه بتاعتها. انا مديك بقى الروجبكس النهارده، ده المكمل الغذائي الرابع بتاعنا في مجموعه كورس العظم بتاعتنا. روجبكس ده عباره عن كريم مساج بتدهن مره الصبح ومره بالليل. روجبكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن المنتول اللي هو النعناع. اه طبعا بيديك احساس بالريلاكسيشن وبيشتغل كمصدر ريلاكسنت باسط للعضلات. عباره عن الايكليبتس اللي هو معروف ان هو اقوى مسكن للالام. اخر حاجه عندنا اللي هو القرنفل اللي هو مخدر. يعني اديتك كده مجموعه متكامله في كريم المساج دوت في صوره طبيعيه عشان تقدر تمارس حياتك. وعلى فكره اللي بيشتكوا طبعا وكمان اللي بيشتكي هو اللي بيشتكي من الام، انا مديك مسكن الام ومخدر في صوره الروجبكس. ايوه طيب هل الكورس اكتفى بكده وبس؟ لا، انا في الاخر لان احنا كلنا عندنا نقص في المعادن والفيتامينات. وعلى فكره هو المصدر الاساسي للمعادن والفيتامينات هو الفاكهه والاكل، واحنا ما بناكلش بصوره صحيه فاحنا عندنا نقص في الفيتامينات. مش كده دخلت لك بابا نويل بقى الكورس ده كله اللي هو عباره عن 12 13 فيتامين ومعادن محطوطون في كبسوله في قرص واحد اللي هو الالبي مالتي فيت. الالبي مالتي فيت عباره عن ايه بقى حضرتك؟ هرجع تاني بالذاكره حاجه، لما زمان كنت تحتاج فيتامين سي كنت تروح الصيدليه تاخدي فيتامين سي لوحده، محتاجه الزنك تروح الصيدليه تاخدي الزنك لوحده، واتفقنا ان الزنك وفيتامين سي مسؤولين عن رفع كفاءه جهاز المناعه. يعني التغيير والناس اللي بتقعد في التكييف فترات طويله دايما بتبقى عرضه لنزلات البرد، فانا عايز ارفع من كفاءه جهاز المناعه بتاعك. واعتقد في جائحه كورونا كانت الزنك ده من الحاجات اللي اتشهرت قوي، فيتامين سي، كل ده موجود في قرص واحد. على فكره التركيز الزنك 23.9 ده اعلى تركيز موجود في اي ادويه. تمام التقرير خلينا نشوفه ونرجع خلاص. تاني نرجع لبابا نويل. انا اسمي فاتن حمدان عبد المجيد، عمري 45 سنه، ما اشتكيتش من الام العظم قبل كده، بس بقالي سنه بشتكي من الام في ظهري وفي رجلي وفي ركبي. بصراحه ما كنتش بعرف اعمل شغل البيت ولا كنت بعرف اروح شغلي، ما كنتش بقدر اعمل حاجات كتير قوي. شفت اعلان كورس بيكس فارما في التلفزيون فقلت اجربه، هو المفروض الكورس 3 شهور، انا بقالي شهر بستعمله، بصراحه جايب نتيجه كويسه جدا الحمد لله، انا بقيت احسن وبقيت بروح شغلي وبقيت بعمل كل حاجه الحمد لله. انا بشكر شركه بيكس فارما وبنصح اي حد عنده الام في العظم ان هو يستعمله. انا سامح التهامي 55 سنه، انا كنت بسوق عربيتي عادي جدا، بروح شغلي وبرجع، بروح مشاوير ثانيه عاديه، ما كنتش بحس باي الم، الا ان من فتره قليله كده حسيت ان انا ركبي بقت توجعني، طرقعه في ركبتي، ظهري بيوجعني، مش قادر افلت طولي، كان الموضوع صعب قوي بالنسبه للسواقه، حتى في المشي كنت بحس بالالم ده، حتى وانا طالع السلم، اثناء طلوع السلم واثناء النزول برضو بحس بالم في ظهري، ركبي بتطرقع، الموضوع كان صعب جدا، كنت باخد مسكنات بس طبعا المسكنات ضاره. حد بقى من اصحابي رشح لي حاجه اسمها بيكس فارما، ده كورس مشيت عليه بقالي حوالي شهرين، الحمد لله في تحسن، يعني انا حاسس بتحسن ومكمل معاه ان شاء الله. دلوقتي بصلي وانا عادي جدا، بركع وبسجد عادي بدون الم لا في ظهري ولا في ركبي. انا بشكر شركه بيكس فارما على المنتج الرائع ده. اهلا بيكم من جديد، وعايزين نسال حضرتك على بالنسبه بقى للناس المرضى، هل بياخدوا الجرعه دي بالشكل اللي هو قرص واحد قرص واحد قرص واحد ولا بياخدوه ازاي؟ اه بس انا قبل ما اقول بقى للجرعه، لان الشركه لسه بعتها لي دلوقتي ان هم عاملين اوفر 20% اللي ياخد كورس شهرين، وعاملين اوفر 30% اللي ياخد كورس 3 شهور، وفي ارقام تليفونات، وعلى فكره في فريق متخصص بيرد عليهم. تمام، وهننهي بالجرعه طبعا. الفريق المتخصص ده بيرد عليهم، بيسالهم شويه اسئله، وعلى فكره بيتعمل لاي حد من الساده المشاهدين فايل كامل، وبيبقى فيه متابعه كل 15 يوم بيحصل تليفون والكورس وصل لحد فين وكده. يبقى الشركه النهارده بتقدم عرض لمده اللي بياخد كورس شهرين بياخد ديسكاونت 20%، تخفيضات 20%، اللي بياخد كورس 3 شهور بياخد ديسكاونت 30%. وعلى فكره سعر الكورس مور اكونوميك، اقتصادي جدا ويناسب جميع افراد الاسره، مور اكونوميك بدرجه حضرتك لا تتخيليها، والمشاكل اللي بيحلها فعلا. عايز اقول انا عايز اشكر كده شركه بيكس فارما بقى، انا هنا بشهد شهاده محايده ان هي بتدي سعر مناسب، سعر مناسب لجميع افراد الاسره. هيك اثرتي على الجرعه بقى. ايوه لو انا حد جرعه وقائيه، يعني انا خايف اشتكي، بدي قرص قلبي منتفيت بعد الفطار مع قرص فيتا بيكس اللي هو فيتامين د، وبدي قرص بعد الغداء كالسيوم، وبدي قرص واحد جوينت بيكس بعد العشاء قبل النوم، وبدهن مره الصبح ومره بالليل. طب لو انا عندي بشتكي، على فكره نسيت اقول لك كمان من الحوار اللي حصل قبل الحلقه، قال لك انا بسمع صوت طقطقه، انا عايز اقول له بقى ان انت داخل في خشونه، تيك كير، انت لازم تاخد الكورس ده من دلوقتي.
الكرسي ده هو مخصوص لان الطقطقه، لان خلي بالك الطقطقه دي هي مقدمه لخشنه الركبه، نجيبوله مفيش مشكله. طب هو بقى للاخ اللي بيشتكي من طقطقه الركبه ده ياخد قرص ام مالتي فيت وقرص فايت وقرص فيتا بيكس بعد الفطار، قرصين بعد الفطار، ده هو بيشتكي وعنده نقص فيتامين د، وبياخد قرص كالسيوم بعد الغداء وقرصين جوينت بيكس بعد العشاء. ايوه، وزي ما اتفقنا اللي بياخد كورس لمده شهرين، جرعه شهرين بندي له ديسكاونت 20%، 3 شهور ديسكاونت 30%، وارقام التليفونات موجودين على الشاشه، واتفقنا ان فريق متخصص. انا خلي الفقره جاهز بقى ننهي بقى. لسه قدامنا وقت ولا خلاص خلصنا؟ عندنا وقت ليك، عندنا وقت طبعا. لا انا بتكلم في الحلقه دقيقه دقيقه بسرعه بس. الالب مالتي فيت استنى بابا نقول ليه، لان هو فيتامينات ومعادن، في الكالسيوم اللي احنا بنشتكي ان احنا عندنا شاشه في العظام، في فيتامين زال والزنك اللي هما بيقووا المناعه ونضاره البشره على فكره وصحه الشعر، في كمان مجموعه فيتامين بي للناس اللي هي بتشتكي من الام الاعصاب والتمثيل الغذائي، مجموعه فيتامين بي كلها بي 1 و2 و3 و5 و12، كمان في الفوليك اسيد للناس اللي بتشتكي من الانيميا، وفي النحاس اللي هو بيقوي المناعه وبيقلل من اعراض الشيخوخه. وانا خلصت. انت خلصت خلاص؟ خلاص. احنا والله ما عايزين نخلص، احنا انا مبسوطه جدا ان احنا بنتكلم في حاجه مهمه، فيها يعني مهمه لناس كثيره جدا انهم يبقوا عارفين ان في فيتامينز وان اسعارها كويسه. انا بتكلم بجد دلوقتي بحقيقه يعني، لان انا عارفه كويس ان الناس بتسمع انها تجيب فيتامينز من بره مصر. انا بقول لهم يعني من موضوعي هذا برضه بالنسبه للفيتامينات الخاصه بينا احنا في مجال العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري وحتى الحوامل وكده، اشتروا فيتامينات المصري. انا عايز بس اقول حاجه، لما بقعد زي علامه قدام حضرتك وحضرتك تقتنع بالكورس، انا كده الحمد لله رب العالمين. لا اشكرك جدا، حلينا ساعدنا الناس. لا الله يخليك، اشكرك جدا جدا. الدكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركه بيكس فارما، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وانا بشكركم وابقوا معنا. اهلا بيكم من جديد. في بقى عمليات السمنه، في ناس كتيره جدا بتبقى متخيله ان النتيجه هتكون مذهله وسريعه، بالذات بعد ما يكونوا ماشيين مثلا او متابعين مع دكتور بالسنه او سنتين او ثلاثه. على يعني بشوف حالات كتيره جدا بتقول لي انا طول عمري بعمل دايت، فبتكون بتمشي على 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 اكلات معينه، بتمشي على مكملات غذائيه معينه او حقن او 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 في الاخر برضو ما بتوصلش للنتيجه اللي هي عاوزاها، فتقول خلاص انا هعمل عمليه انقص بيها وزني والنتيجه هتطلع لي في خلال شهور. للاسف في حالات كتيره جدا، او يعني حالات يعني بتبقى عندها فشل من عمليات التكميم او من الجراحات المتعدده للسمنه، العلاج السمنة. أنا عايز أستضيف النهاردة أو أتكلم مع ضيفنا النهاردة أستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس، مدير وحدة السمنة بوادي النيل، وزميل كلية الجراحين بإنجلترا، وزميل كلية الجراحين بأمريكا، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا. الحقيقة الموضوع بتاعنا ده احنا مكملين فيه من المرة اللي فات، لأن فعلا أنا لقيت أن في حالات كتيرة جدا بدأت تراسلني وبدأت تكلمني في التليفون تقول لي أنا فعلا أنا عملت العملية وفعلا ما حسيتش بأي حاجة، بالعكس ده أنا بدأت أزيد تاني مع أن عندي نفس المشاكل أو مشاكل كتيرة جدا جات لي من اللي أنتوا كلمتوا فيها قبل كده، وبرجع ومش عارفة حياتي اتدمرت، يعني في حاجات كتيرة جدا، في حصل فيها حالات طلاق كمان. فأنا عايز أسأل حضرتك، الموضوع طلع كبير، أنا كنتش أعرف في البداية. اسمح لي أن أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا إحنا الجزء اللي إحنا اتكلمنا عليه بقى في الحلقة ممكن نرجع له، اللي هو تكميم المعدة، ممكن يتم تلخيصه في الحلقات بتاع الحاجات اللي فاتت على إصلاح فشل تكميم المعدة. عملية التكميم عشان تنجح لها شروط. يعني ايه تكميم؟ نقول تاني برضه عشان لو ناس تكميم مش معدة، ان احنا بنعمل عملية بالمنظار خلال فتحات صغيرة، بنصغر حجم المعدة ونشيل منها جزء. واتكلمنا على ان احنا عشان ما يحصلناش فشل بعد عملية تكميم المعدة لابد من ان احنا نعمل عملية تكميم باحترافية، اللي احنا اتكلمنا عليه بقى المرة اللي فاتت، من استئصال قبة المعدة بشكل كامل، من نهاية المعدة لابد ليه طريقة معينة في الاستئصال، نتفادى الالتواء بتاع المعدة ويكون التدبيس باحترافية شديدة. طبعا ده في حال ان ده ما حصلش، احيانا بيكون في مشاكل جراحية فيما بعد. يعني عملية التكميم احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا لو انت ما نزلتش وزنك بكمية كافية، عملية التكميم قلنا لو انت ابتديت ترجع بعد العملية بصورة مستمرة، عندك ارتجاع شديد، ليها طرق واتكلمنا على طرق علاجها، منها ان احنا نصلح الفتق ونعمل
إعادة للتكميم، منها أن احنا نصلح الفتق ده ونعمل تحويل مصور معدة كلاسيكي أو مصور. يعني في حلول لو انت ما خدتش وزن كافي بعد عمليه التكميم، ما خدتش النتيجه المرجوه اللي انت عاوزها، او دخلت في مضاعفات، فاحنا بنعالجها بطرق موازيه، يعني ليها طريقه. يعني وعمليه بسيطه، يعني مش فتح بقى ولا اي حاجه، ده منظار مثلا بالمنظار. فاذا ده جزء واحنا اتكلمنا عليه في حلقات، بس احنا لخصناه. يعني ايوه، عمليه بقى تدبيس المعده، يعني دي الصوره اللي هي معروضه دي، اللي هي تكميم المعده اللي احنا اتكلمنا عليه. هنتكلم دلوقتي بقى على تدبيس المعدة. تدبيس المعدة ازاي نصلحها؟ يعني انا اتدبست خلاص، انا اتدبست، انا مريض، اتدبست في عملية تدبيس المعدة. كانت طلعت فترة كده بعد من فترة، يعني عملية تدبيس المعدة من ضمن العمليات اللي كانت زمان بتتعمل ودلوقتي ما بقتش حد يعملها بقى خلاص. هي عبارة عن فتح جراحي بيدخل دباسة حديد، بتدبس دبوس واحد بس بيفصل المعدة الجزئين. المعدة دي صغيرة بناكل فيها، المعدة المعزولة بتتفصل، يعني بتبقى معزولة عن الأكل. من المرة اللي فاتت وانا عمالة اتخيل، طب ده هم قطموها خلاص، هتعمل بقى التانية دي ازاي؟ هتصلحها ازاي؟ بنسيب كل ده ونشتغل بقى في الجزء السليم فوق مستوى الشبكة، ويتم استئصال الشبكة في معظم الحالات مع الجزء الدبابيس اللي هو القديم. ويتم يا اما بقى انا دلوقتي عيان عملت تدبيس معدة وعندي حاجة من الحاجات دي، يا اما انا برجع باستمرار لان ما بقدرش اكل، لان الفتحه اللي ما بين المعدتين كلها نص سنتي لسنتي، وبالتالي انا حياتي صعبه، يعني عندي لعنه من الترجيع المستمر، وبالتالي طبعا بيحصل لي نقص فيتامينات ونقص تغذيه وبنسى وجسمي متهالك زي الحاجه اللي كنت بتكلم عليها، الناس اللي هو وصلت لدرجه متعبه دي. دول حلهم ان احنا نلغي العمليه خلاص، يعني نلغيها، فتحه في المعده اليمين، فتحه في المعده الشمال، فاتحين المعدتين على بعض. طب انا ازيد تاني؟ طبعا انفد بحياتك، يعني انت لو عملت عمليه تدبيس معده وانت من الناس اللي هي بترجع باستمرار وتهالكت صحيا، ما تفكرش في حاجه تانية، الغي العمليه وبعد كده فكر بقى في طريقه تانية نعمل لك بيها عمليه فيما بعد، تحويل مسار ولا حاجه بس تتعافى صحيا. يعني ده نوع من انواع الاصلاح. بالظبط كده، النوع من انواع الاصلاح ان حضرتك تدخل وتلغي العمليه خالص في وضع بقى التهالك الصحي، او ان انا وصلت لدرجه من المضاعفات شديده، او ان انا خلاص عندي نقص فيتامينات شديد، وده بنشوفه. يعني الفئة التانية من الناس اللي عملت تدبيس معدة ان هم هو مش قادر ياكل حاجات صلبة، ولكن اتعلم بسرعة ان هو يزحلق بقى اكل سكريات وشوكولاتات وايس كريم ومعجنات والحاجات اللي بتدوب في البق كلها، بتعدي خلال الفتحة الصغيرة دي، وبالتالي هو بيتعلم ان هو ياخد الطاقة بتاعته اللي هو محتاجها اليومية من السكريات، فبيحصل على اسوأ حاجتين. الحاجة اللي هي بتحصل له انه وزنه بيزيد جدا لانه بياخد سعرات حرارية عالية جدا. النمرة التانية مش قادر يخس، يعني انا مش قادر اكل وعمال ازيد في الوزن. طبعا، يبقى ايه حله؟ دخل في فيرجوس سيركل بقى، بالظبط كده، جدا. نعمل له بقى تحويل مسار. احيانا في 99% بنحتاج ان احنا نعمل تحويل مسار معده كلاسيكي. عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي ان انا باخد الجزء السليم اللي هو في الصوره ده اللي فوق مستوى الشبكه بقصه وبعمل بيه عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي. ايه هدفنا ان احنا نعمل عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي؟ ان انا اكل كويس واخس كويس، يعني انا الحاجات اللي كنت محروم منها من الوزن، يعني دي عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي من الجراحات الجميله جدا، والجراحات اللي هي بتعالج مشاكل تدبيس المعده. لو ركزنا في الرسمه دي هنلاقي ان اخذت الحته اللي فوق، الحته اللي فوق فقط، وعملت بيها تحويل. يعني انا ايه اللي احصل بيه؟ ايه اللي اتحسن بيه؟ او ايه اللي هستفيده من العمليه دي؟ ان انا باكل اكل سليم، الحاجات اللي كنت محروم منها في تدبيس المعده بقيت اكلها دلوقتي، لان مفيش انسداد. كان فيه انسداد في التدبيس، دلوقتي مفيش انسداد في عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي. العمليه دي طبعا بتتعمل بالمنظار، ليها صعوبه شويه لان بيبقى فيه التصاقات طبعا كتيره في البطن ما بين الشبكه اللي كانت محطوطه في تدبيس المعده جوه البطن، يعني بتلاقيها ملزقه المعده بالكبد، فبتاخد وقت شويه ان احنا نصلحها. يعني محتاجه خبره، يعني مش اي حد يعملها. طبعا النمره الثانيه ان طبعا معظم الناس بتعمل فتح جراحي، وعشان تدخل بالمنظار بعد الفتح الجراحي بيبقى فيه شويه صعوبه، واحيانا الصعوبه بتزيد لو في فتق على الجرح بتاع تدبيس المعده. حضرتك قلت انا في عندي حاله المره اللي فاتت 300 كيلو وانا بحضرها بقالي 3 شهور، ايه يعني كنت تعمل ايه 3 شهور؟ بتعمل ايه لغايه ولسه في تحضير اكتر من كده ولا لا؟ طبعا عندنا مشاكل كتيره فيها، يعني عندنا مشاكل في التنفس لان 300 كيلو عندنا وسراك سليب ابنيا عنيفه. النمره الثانيه عندنا فتق في جدار البطن، معظم الامعاء جو بره البطن، يعني بره البطن. الحاجه اللي بعد كده ان احنا مش عارفين نعمل لها اشعه، يعني احنا مش عارفين نعمل لها اشعه ناكد العمليه السابقه، يعني انا عايز اعرف تفاصيل العمليه السابقه. مفيش جهاز اشعه قادر يعمل في وزن 300 كيلو يعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد
في الوزن ده، وبالتالي عندنا صعوبة ان انا داخل على العملية عايز اعرف تفاصيلها. فعملنا منظار معدة للتشخيص، خدنا من منه يعني شوية من الأول معلومات، لكن هي غير كافية طبعا. فاحنا لازم طبعا نكون عارفين ان فعلا عندنا صعوبة في التخدير، عندنا صعوبة في اجراء العملية طبعا لان عندنا فتق جراحي. نمرة 4، ان انا دلوقتي عشان اعمل عملية في الوزن الضخم اللي فوق 300 كيلو، عملية فتح جراحي من اسوأ انواع العمليات. طبعا. يعني تدخل تصلح فتق وتعمل عملية تحويل مسار معدة كلاسيكي في 300 كيلو، دي يعني غير الامراض المصاحبة يعني اكيد دي عندها سكر، عندها ضغط، عندها حاجات كتيرة جدا اللي هي البيز لاين اللي هي صح؟ طبعا كل الحاجات دي موجودة بالاضافة للصعوبة الجراحية، فهي عايزة طبعا تحضير بهدوء لان دي عملية اعادة لاصلاح عمليه تلبيس معده، مش قادر حتى اعمل فيها اشعاعات، عندنا مشكله في التنفس. طب ايه هتحضرها؟ قول التحضير بقى عموما للعمليات الاصلاح دي هتبقى ايه؟ طبعا دي نصيحه لكل الجراحين واللي هم المبتدئين في جراحات السمنه، نصيحه لكل العيانين المقدمين على اجراء عمليه اصلاح، لابد من تقييم وضعك التشريحي. يعني انا دلوقتي عملت عمليه تكميم، اوعى تدخل تعمل عمليه من غير ما تعمل منظار معده، يبص على المريء من جوه يشوف فيه فتح جاب حاجز، يشوف فيه التهابات في المريء، يقيم وضع المعدة من الداخل، دي حاجة مهمة جدا. النمرة اللي بعد كده ان لازم اعمل اشعة مقطعية ثلاثية الابعاد، تقول لي عندي فتح جاب حاجز وحجمه قد ايه، عندي ضيق في المعدة من تحت، عندي التواء ولا لا، لان بناء على المعطيات اللي هي بتاعة الاشعة المقطعية والمنظار قرار العملية بيتغير 180 درجة. يعني انا عامل عملية تكميم وعايز اعمل عمليه اصلاح، لقيت عندي بالمنظار والاشعه المقطعيه فتق في الحجاب الحاجز، وعندي يعني التهاب في المريء بصوره كبيره، يعني التهاب درجه رابعه او بارت اسوفاجس، يبقى عندي حل واحد اللي هو تحويل مسار المعده الكلاسيكي. ما عنديش فتق في الحجاب الحاجز، ما عنديش التهابات في المريء، ممكن اعمل تحويل مسار معده مصغر، او ممكن اعاده تكميم للناس اللي هم عندهم تكميم بيصلحوها. عندي ضيق في المعدة في نص المعدة، يبقى أنا عندي عملية واحدة بس أقدر أعملها لتحويل مسار المعدة الكلاسيكي، ما أقدرش أعمل تحويل مسار المعدة المصغر. فقرارات كتيرة جدا بتتغير بناء على يعني عمل المنظار. لكن في النهاية بقول إن عمليات الإصلاح هي عمليات آمنة، بس محتاجة حرفية في الأداء، ومحتاجة مكان آمن، ومحتاجة مستلزمات طبية على أعلى مستوى. دي ما فيهاش يعني إن أنا يعني ما نغلطش الغلطه مرتين، يعني التقصير في الخبره، التقصير في الامكانيات الطبيه هيؤدي الى كارثه فيما بعد. طبعا في سؤال لازم يتسال في اخر الحلقه دلوقتي، احنا ازاي نختار من البدايه بقى ان احنا نعمل عمليات صح وفي مكان صح؟ العمليات اللي هي الممنوعه بلاش نعملها، زي عمليه تدبيس المعده، عمليات حزام المعده، عمليات الفراشه. دي من العمليات اللي هي الممنوعه. خلينا في العمليات اللي هي المتعارف عليها طبيا، التكميم، تحويل مسار المعده المصغر، تحويل مسار المعده الكلاسيكي، تحويل مسار الاثنى عشر. الساسي عشان بس بعض الناس عارفاه، الساسي لسه انفستيجيشنال، لسه تحت الفحص، يعني لسه ما خدتش ابروفل من كل المؤسسات اللي هي الدوليه، لكن هي بتتعمل مش هتدور، لكن نتائجها لسه مش عارفينها، لان مش قادرين نقيم وضع الاكل اللي بيعدي في الاثنى عشر او وضع الاكل اللي بيعدي في خلال الوصله قد ايه منهم هيعدي هنا، وبالتالي النتائج لسه مش معروفه. دي بالنسبه لنوع العمليه. الجراح لازم يكون محترف في اجراء العمليه، المكان الامن، التخدير الامن، كل دي حاجات لازم تتوفر عشان نتفادى مشاكل الاساسيات نفسها لازم تكون طبعاً كلها معروفه، ولازم في تيم متابع. يعني هو مش جوست ان انت تعمل عمليه وتسيب العيان، لازم متابعه قويه، ولازم في طريقه ان احنا نتابع بيها العيان يعرف يعمل ايه وما يعملش ايه فيما بعد العمليه. استاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحه السمنه والمناظير بكليه طب عين شمس، ومدير وحده السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وزميل كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه SRC. انا بشكر حضرتك كثيرا. شكرا. الحقيقه حلقات متميزه وفيها معلومات كثيره جدا مهمه، يعني بتفيد كل الناس اللي عايزه تمر بده، او حتى اللي كان عندها بنسميها سوابق بقى، لان فعلا دي بتبقى اثار رهيبه جدا. انا بشكرك جدا واشكركم. اسمي محمد عمر احمد عريض، سني 52، وزني قبل العمليه 131، والان وزني 84. تاثير الحمد لله، يعني صحه تمام ومرتاحه نفسيا الحمد لله.
بعد مراجعتي للدكتور 15 يوم والوزن نزل منها 12 كيلو. والله مفاجأة يعني، ما توقعت النزول هذا، ولكن الحمد لله في صحة تمام يعني. اللبس تغير فعلا وأصبح أول تنقيص في الأثواب الطويلة، أول مرة وثاني مرة، والآن دحين واقف عنه ويمكن أنقص عنه بالأثواب يعني. والحمد لله يعني، والله كلهم من قابلته يتفايا يعني بالنزول هذا، واللي يسألك عندك مرضى وعندك هذا، لكن لما يعلم أنه سويت عملية تكميم المعدة اطمأنوا يعني لحالتي، والحمد لله يعني. والله تغيرت في كل شيء يعني، من الأسرة ومن معاملتي مع الناس، وكنت متلائم مع الناس. بس أول كنت لما كنت زيادة في الوزن أشوف نفسي ثقيل حتى على أي حاجة أطلبها يعني، من لبس ومن الجلسة مع الشباب، من جلستي مع العائلة، مع جلستي مع ناس غربة. لكن الآن الحمد لله يعني في أي مكان أطلب أي شيء كله تمام إن شاء الله. والله كلمة الدكتور جزاه عند الله عز وجل. ثم في هذه العملية صراحة أتمنى لكل إنسان يعملها بكل ارتياح، والدكتور ارتحت له بمعاملته أخلاقيا واحترام وأدب وكل ما يلزم فيه كل ما يجي. والحمد لله جزاه الله خيرا عند الله عز وجل.